امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث اللي حصلت، ومن ابرزها الاجتماع اللي عقد والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه الموقف الخاص بمشروع تطوير منطقه الحفائر بالفسطاط، وكمان مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بتنفذها وزاره السياحه والاثار. ده غير ان اللجنه العليا الخاصه بالرخصه الذهبيه وافقت لثمان مشروعات استثماريه على الحصول على الرخصه بعد العرض على مجلس الوزراء. تفاصيل اكتر هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف الخاص بمشروع تطوير منطقة الحفائر بالفسطاط ضمن مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط. وقال رئيس الوزراء إن المشروع ده بيستهدف إبراز المنطقة كحديقة تراثية، ده غير دوره المحوري في إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية في إفريقيا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بتقوم بتنفيذها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية، وأكد رئيس الوزراء إنه في تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية اللي بيتم ترميمها وإعادة إحيائها بما يسهم في إظهار المنطقة بوجه عام في أبهى صورة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني حارس الجنوب 2، واللي بتجري فعالياته على مدار عدة أيام بمصر بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود، وده بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام التأمين. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى ابناً من أبنائها هو اللواء أركان حرب ناجي عبد العزيز شهود، مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وفته المنية بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته والضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. امبارح برضه نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير الأستاذ مفيد فوزي صاحب المسيرة الإعلامية الحافلة. وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركتها بخالص العزاء لأسرة الإعلامي الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. طبعا خالص العزاء لفقيدي مصر أبناء مصر، طبعا الأستاذ الكبير المدرسة الصحفية الأستاذ مفيد فوزي، بكل تأكيد كان مدرسة صحفية وإعلامية مختلفة، راجل ليه صولاته وجولاته ليه لقاءاته اللي عقدها اللي عملها مع مثقفين وفنانين وأدباء وسياسيين، يعني مدرسة إعلامية مختلفة يا جماعة. بكل تأكيد يا شاذلي، ممكن كمان يعني الحقيقة مفيش حد الحقيقة سواء من الجيل اللي كان معاصر لا طبعا الإعلامي الكبير مفيد فوزي أو حتى الأجيال الجديدة ما يعرفوش، يعني كلنا عارفينه، كلنا يمكن عارفين مسيرته الغنية والأثرية طبعا الله يرحمه ويلهم ذوي الصبر والسلوان. هي كان يمكن في تقرير اللي كان متعلق بأخبار امبارح يا شاذلي، كان في أخبار كتير تستحق التوقف عندها، أخبار مهمة الحقيقة. يمكن أنا لو هتكلم تحديدا هتكلم عن فكرة الرخصة الذهبية والتم منحها لثمان مشروعات استثمارية جديدة، دي نقطة مهمة جدا لأنه هذه الرخصة هي رخصة تجب أي موافقات بعدها، يعني المشروع اللي هيحصل على هذه الرخصة الذهبية مش محتاج ياخد أي موافقات
تانية، يعني يبدأ المستثمر يقدر يبدأ يشتغل على طول، يقدر يبتدي ان هو يبني ويقدر ان هو يبتدي يشغل خلاص المشروع بتاعه بدون اي موافقات اخرى. طبعا هو بيبقى في موقع للتسجيل، من وقت تقديم التسجيل من وقت التسجيل بيتم منح الموافقة او بيتم الرد خلال 20 يوم فقط. هذه رخصة مهمة ليه؟ مهمة لانها الحقيقة بتوفر على المستثمر المشكلة الأكبر اللي موجودة عندنا، وهي فكرة إن إحنا بيبقى فيه موافقات كتير جدا بيحتاجها المستثمر، ودي طبعا مش خلينا نقول مش شيء يساعد على الاستثمار أو لا يساعد على دفع عجلة الاستثمار، لأنه في أي دولة متقدمة بيبقاش فيه كل هذه الخطوات والموافقات اللي بنحتاجها عشان نقدر إن إحنا نبتدي مشروع جديد. بالطبع في معايير لازم تكون موجودة في هذا المشروع، على سبيل المثال إنه يكون بيساهم بتصدير حوالي 50% من منتجاته، كمان انه يكون الداخل فيه تصنيعه 50% تكون المكونات محليه، يعني مكونات التصنيع تكون محليه بنسبه 50%. ده هيعمل ايه بمنتهى البساطه؟ هيشغل ناس كتير جدا، هيساعدنا في فكره توطين وتعميق الصناعه المحليه بالنسبه لنا، هيساعد كتير جدا في ان احنا نصدر بشكل اكبر وتبقى فاتوره صادراتنا كمان كبيره، وده اللي احنا بنعمل عليه الفتره الجايه. شاذلي خبر كمان في الاحداث اللي حصلت امبارح مرتبط بالاستثمار، لكن قبل ما اتكلم فيه طبعا لازم نتقدم برضو بخالص العزاء لاسره سياده اللواء ناجي شهود. طبعاً قيمه كبيره ورجل دوله، رجل وطني بامتياز، قدم لمصر العديد في كل الاوقات، يعني راجل حارب في اكتوبر وفي نفس الوقت ظل يعلم ويدرس اجيال كثيره لحد وقت قريب جدا في اكاديميه ناصر، فربنا يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. واحنا بنتكلم برضو عن الاستثمار، خبر ايضا من ضمن الاخبار اللي حصلت امبارح، متابعه رئيس الوزراء للتطوير اللي بيحصل في حديقه تلال الفسطاط. المشروع ده مما لا يخفى على احد، والمنطقه دي وكل سكان المنطقه دي عارفين ان هي لفتره من الفترات كان عباره عن مقلب للزباله، كان عباره عن فيها تجمعات للزباله، وكان في شكاوى كتيره جدا من الناس ازاي منطقه زي دي، منطقه بتحيط بها الاثار من كل مكان، ازاي تتحول الى هذا المنظر وهذا الشكل الغير لائق باسم القاهره التاريخيه. اللي حصل ان في مشروعات كتيره حصلت، احنا طبعا هنتكلم وعارفين المنطقه دي عامله ازاي، بدايه من مسجد عمرو بن العاص لحد متحف الحضاره، بحيره عين السيره، كل الحاجات دي شملها تطوير خلال الفتره اللي فاتت، وكان فاضل المنطقه بتاعه الفسطاط بالمناسبه فيها بقايا وفيها اطلال من المباني او مساكن الفسطاط اللي عملها عمرو بن العاص، فطبعا هتقام عليها ايضا التطوير في هذه المنطقه، المنطقه كبيره مساحتها 500 فدان، هيكون فيها كل الانشطه السياحيه والترفيهيه، وهتكون متنفس، هتكون دره خضراء في قلب القاهره التاريخيه.